Hello guys, welcome back to my channel. الجديد هنا أنا. Hello, welcome to my channel. طبعا اليوم جايتكم بستايل شوية يختلف، مغيرة شوية بشعري، صار لي كل شيء هواية مسوية. هاي الطريقة اللي أسوي بها شعري، اشتاقيت بصراحة للفوليوم اللي تضيف للشعر، يعني feels so good. Anyway guys, هذا ثاني فيديو لهاي السنة and I'm so excited. راح يكون try on haul مثل ما تشوفون بالعنوان، راح يكون try on haul من موتيف. موتيف موقع يبيع هدوم نسائية، وهم اصلا موتيف انعرفوا بالكواليتي مال القطع مالتهم. وكوكو واقفة هناك لازم ادخلها. الحلو بموتيف انه دائما ينزلون قطع جديدة على الويب سايت مالتهم، تقدرون تدخلون على الويب سايت وتشوفون القطع، تشوفون الديسكاونت الموجودة، واكيد اني هم عندي وياهم ديسكاونت كود تقدرون تستخدموه، راح اترك لكم الديسكاونت كود بالديسكربشن بوكس. لو حتى لو يكون سبونسرشيب، اني دائما اقولكم رأيي بصراحة. اكثر القطع اللي اختارتهم هاي المرة هي قطع راح تكون اقدر البسها بين الجو الحار والبارد، فراح استفاد من عندها كلش هوايه، لان احنا بتكساس ما يصير عندنا برد كلش قوي، واذا يصير عندنا برد كلش قوي يصير لمده قليله. اول قطعه راح البسها وياكم هو هذا التوب. راح نبلش توب ابيض. هاي هي القطعه، طبعا اوريدي لبستها مره واحده وكلش حبيتها. هذه هي القطعه، كلش حبيت الفيتنج مالتها، احسها كلش مرتبه and it's so classy. يعني seriously الديتيلز مالتها كلش حلوة، كلش هواية حبيت هاي القطعة، كلش مرتبة، كلش كلاسي، كلش simple، يعني ماكو أبسط من هيجي، بس بنفس الوقت أبد مو مملة، يعني it's so basic, it's so elegant, I love it. ماكو أي تعليق سلبي، والطول مالتها is perfect. كل شيء حبيت بهاي القطعة، ماكو أي شيء سلبي أقدر أقوله عليها. وحتى لو إنه القطعة مزروفة، بس تشوفون ما تقدرون تشوفون أي شيء جواها، بس إذا أكون لابسة فتشي فاقع اللون مو لون جلدي أو فتشي طبيعي أكيد راح تشوفوه، لأنه أبيض ومزرف. بس هيجي كل شيء منبين القطعة، صدق شيف كيسز، I love this. أقدر أحط وياها هذا الجاكيت، طبعا صار عندي من عندهم اثنين، واحد ازرق وواحد اخضر، واللونين اقدر استفاد من عندهم كلش هوايه. I wish you can touch it لانه تخبل، صدق ناعم ثقيل. خلينا نلبسه ونشوف. I look so preppy like this بصراحه. I love it. هاي الجاكيت خرافيه، اللون ما عندي ابد هيجي شيء، so I love it. اقدر البسها هيجي، اقدر البسها ويا فتشي مفتوح اكثر، اقدر البسها بعده طرق. وباعوا الديتيلز، انا اريدكم انتم تشوفون الديتيلز مال القطع وانتم تحكمون، لان ما اقدر اقول لكم كل شيء بيرفكت وماكو اي شيء غلط. هي ممكن اقدر اقول لكم، بس ممكن بعض من عندكم ما يصدق لانه اعلان، فاريدكم انتم تشوفون وصدق تكتبون رايكم بكل صراحه. So I love this. كلش هواي. وهذا هو شكل اللبسة. كل شوية حبيت اللبسة، أحسها كلش كاجوال، وطبعا أقدر أسويها ستريت ستايل حسب القطع اللي ألبسها وياها، حسب الاكسسوريز، بس كلش هواي حبيت كل قطعة. يعني this jacket is so nice. I love it. والتوب اكيد كلش هواية حابته. وصلت من عندهم جاكيت ثانية، بس ما راح تكون صوف، راح تكون جلد. اول مرة اجرب جلد من موتيف، فخلينا نشوف شلون راح تقعد على الجسم. هذه هي البلايزر الجلد. الجلد مالتها جلد ثخين، ابد مو خفيف. راح البسها ويا نفس التوب، يعني نفس اللبسه بس بدي اغير الجاكيت، اكيد راح تعطيني ديفرنت فايب. بصراحه ما مجربتها للجاكيت يت، فهسه دا اجربها وياكم. كل قطعه توصلوها من موتيف يكون بيها زر، دائما يحطوا لكم زر ثاني للاحتياط. مثل ما تشوفون طولها علي واني طويله، احسها كلش حلو وبيرفكت الي. ليش؟
لان يعني انا بصراحه على القصه اللي اختارت هذا الطول لان اقدر البسها ويا فساتين، يعني اقدر البس البلايزر فوق فستان يكون قصير واطلع وتصير كلش حلوه، وبنفس الوقت اقدر البسها ويا بايكر شورتس واقدر البسها رسمي، اقدر البسها كاجوال، سو اي كان دريس ات اب اند داون. وهذا فشي كلش مهم من اشتري بلايزرز، لان يعني انا مرات يعجبني البس كلش كاجوال بس احط فوقها بلايزر ويصير انه بزنس كاجوال، عرفتوا؟ ف هي هاي الليذر، ومثل ما تشوفون ابد مو خفيفه، يعني تقدرون تحكمون من شكل الجلد انه ثخينه ومو خفيفه، وهيك تصير من جوا. عندنا هذا السويتر الثاني، هذا احسه كاجوال اكثر، يعني مثل السويتر honestly، بس هذا كرو نيك سويتر، بصراحه كلش هوايه احبهم لانه اقدر البس وياهم قلاده، وما ادري احس كلش هوايه تصير حلوه اكثر من اللي تكون بيها هودي، الهودي تكون بيها الشفقه، السويتر العادي ما يكون بيه الشفقه. خلي البس لكم اياه وارجع. وعندنا هذا السويتر، كلش حابة أنا هذه القطعة. تشوفون تكستشر ثاني موجود بالسويتر، بصراحة هذا فتشي كلش حلو من السويتر يكون بيه أكثر من تكستشر، يعني حركة بسيطة مع أنه هي نفس اللون، بس اللي يتقرب عليكم راح يشوف أنه هي صدق التكستشر مالتها يختلف. I love that. وأكيد هاي القطع كلية اللي تشوفوها علي ممكن أسوي لها ستايلين يختلف تماما على الانستغرام مالتي، لأن أنا بصراحة ألبس حسب المود، حسب يومي اقرر شنو لبستي. بعد عندنا قطعتين البسهم، بس عندي هذا الفستان هسه راح البسه وياكم اول مره اجرب فساتين طويله من موتيف. سو هذا هو شكل الفستان علي، بصراحه يعني اقدر اقول هاي القطعه ابد ما حبيتها، ما حبيت شلون القياس قاعد علي، احس يحتاج واحد اكبر من حجمي، وهذا اصغر قياس موجود عندهم. متوقعته هيك، توقعته يكون ضاب على الجسم، بصراحة حاولت أرهمه ويا هذا البوت، وطول الفستان ما حلو دا يطلع ويا البوت، ولا حتى القصتة دا تطلع حلوة ويا البوت. أنا كنت حاطة ببالي إنه ألبس الفستان وما أريد أي قطعة من رجلية تبين، لأن مرات حلو يصير عرفتوا، بس في هذا الفستان أبد ما عجبني شلون طالع شكل الفستان. فكرت انه ممكن اضيف حزام على الفستان ويصير هيجي، عرفتي؟ يعني يصير مثل القطعتين ويصير بهوايه احلى. فبصراحه ما عندي غير بس هذا الحزام اللي ممكن يرهم وممكن لا. ف وي جونا جادج ذس ونشوف شلون يصير. اذا احاول اكثر، بس حاليا يعني مقبول هيجي. هيجي حلو. حلو بس مو ستايلي، يعني انا ما متعودة اشوف نفسي بهيج طريقة، ممكن اذا البس هيجي اشياء اكثر ممكن اتعود اشوف نفسي بهيج طريقة. صراحة حلو حابته، بس احس اذا على جسم اسمن من جسمي ويكون الفستان ضاب عليهم ويلبسون نفس اللبسة نفس كل شيء يطلع بهواية احلى. هذا التراكسوت هو اخر شيء هسه راح اجربه وياكم. جايز هذه القطعة خرافية صدق، we left the best for the last، لان هاي اخر قطعة وكلش هواية حابتها personally، كلش هواية حابة التخن مالتها وشون قاعدة على جسمي. التوب I love، حتى الطول مالته كلش مناسب ويا القصة مالت البنطلون، لأن قصة البنطلون مثل ما تشوفون شوية بيها حركة حلوة عريضة تكون من فوق مثل ما تشوفون هاي. So good، بصراحة كلش هواية أحب أشياء من تكون عريضة من نانة، أحس تضيف حركة غريبة شوية. ومالتها السويتر ينتهي ويا القصه مالتها، فتقدرون تحطون التوب هيجي، تقدرون تحطوه شويه داخل بالبنطلون، بصراحه كلش هوايه حبيتها
والطول مالتها كلش مناسب إليها. خلي أشوف لكم full length لأن أنا بصراحة طويلة، فمرات أواجه صعوبة بالبناطير إنه تكون كل شيء حلو بس الطول مالتها ما حلو. هيك صارت اللبسة، وبصراحة أحس كلش هواية راح استفاد من هاي التراك سوت. طبعا من أول ما شفتها على الويب سايت قلت لازم أخذها لأن أعرف كل زين أنا استفاد من هيك ستايلز، أحب هاي الماتيريال، أحب هيك قصات، وبصراحة كلش عملية، فأعرف كل زين إنه راح استفاد من عندها. ويس كتبوا لي انتم شنو رايكم، لان بصراحه اني كلش هوايه حبيتها وما دا اشوف اي غلط بهاي القطعه، لا بالسوارر ولا بالبنطلون، وثخين مو خفيف ابد. يعني اذا تريدون تلبسوها بوحدها وتكون شويه اكو بروده برا راح تبقون دافين. جربنا كل هاي القطع وهاي كانت اخر سيت، وبصراحه كلش هواي حابتها وراح البسها نهايه اليوم فور شور. بس خلي اقول لكم على القماش مال موتيف، الكواليتي مالتهم والديتيلز مالتهم ايش قد مرتبه. ما معروفين هم بالستايلز الاجي، لا معروفين بالستايلز اللي تكون سمبل، وانتم تسوون ستايل مالتكم على القطع اللي يعني هي قطع بيسكس بس بيهم حركه جدا بسيطه. كل القطع حبيتهم ماكو ولا غلطه ما عدا الفستان، بصراحه كنت اتمنى تكون عندهم قياسات اصغر، يعني انا طلبت اصغر قياس، انا طلع علي كبير بس ممكن احد شويه اسمن من عندي يطلع عليه حلو، ممكن انا ارهمه بطريقه، بس انا شخصيا ما حبيت الفستان، ما حبيت قصته علي، بس لانه ستراتشي الماتيريال مالته، ستراتشي عرفتوا ستراتشي معناها تكون مطاطيه، فاحس من تكون الماتيريال بهذا الشيء لازم يسوون القطعة جدا صغيرة لأنه هي مطاطية، فلازم يسوون القياسات أصغر. بيسكلي هو هاي القطعة الوحيدة اللي بصراحة أنا شخصيا ما حبيتها. كل القطع اللي لبستهم راح أترك اللينك مالتهم بالدسكريبشن بوكس، تقدرون تشوفون القطع على موتيف وتقدرون تستخدمون ماتي ديسكاونت كود، عندي وياهم ديسكاونت كود بكيفكم إذا تريدون تستخدمون لو لا. بصراحة أنا ما داخل بجيبي أي شيء، هذا الديسكاونت كود لكم حتى أنتوا you can save some money. وذاتس ات، اتمنى حبيتوا هذا الفيديو وتونستوا وياي. لا تنسون تسوون ثامز اب لايكات كلش هوايه لهذا الفيديو، ولا تنسون تشتركون بالقناه وتسوون سبسكرايب. انا احبكم كلش هوايه وش هوايه، واشوفكم على المره الجايه. واللي قلت ريا مشتاقين لفلوجاتك، لا تنسون تشوفون اخر فلوج نزلته اللي هو كان اول فلوج ب 2023.